اي نعم انت ما بتشاهدش التلفزيون نهائي، التلفزيون ما بتشوفوه، لكن اعرف كيدا ان انت رجل ابيض طبيب تلبس البلطو الابيض تشجع النادي الابيض. فانا عايز اعرف بقى النقطة، لان انا جبت من الكواليس بتاعتك ان انت بتشجع النادي الابيض، قول لي ايه فكرة انت ليه بتحب نادي الزمالك ليه؟ لا انا كنت صالح في كليه طب قصر عيني، كنت صالح في كليه طب قصر عيني، وكنت شغال ساكن في اللجنه الجماعيه، وكان نادي الزمالك قريب مننا، كنت بروح احضر الماتشات، فاعجبت جدا 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 بنجوم زمالك الستينات اللي كانوا بيلعبوا في زمالك الستينات، كانوا لعيبه جباره وكانت لعيبه جامده. وبعدين لما تعاطفت معاهم ولقيت نفسي بشجع الزمالك بكل قوه، ولكن مع احترامي الكامل للنادي الاهلي، احترامي الكامل للمرحوم الخالف حبيبي وكل الكابتن صالح سليم. يعني مش معنى ان انا زملكاوي ان انا بكره الاهلي، لا بالعكس بتقن لهم كل احترام. انا شجعت الاهلي وما رحتش ماتشات الاهلي وهدول، يعني انا مشجع غير متعصب طب بالعكس، انا الاهلي له مني كل احترام وتقدير.